قعدتنا في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدأ معاكم أولى فقراتنا بتذكرة لأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاجتماع للاطلاع على تطورات عدد من المشروعات القومية اللي بتنفذها وزارة النقل، خاصة مشروع جرجوب التموي اللي بيستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري لمنطقة اقتصادية خاصة والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر. كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى مع مستثمري التعليم قبل الجامعي والجامعي وبحث معاهم زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي للاطلاع على تطورات عدد من المشروعات القومية اللي بتنفذها وزارة النقل، خاصة مشروع جرجوب التنموي اللي بيستهدف تحويل المنطقة المحيطة بميناء جرجوب التجاري لمنطقة اقتصادية خاصة والاستفادة من الميناء لإنشاء نافذة جديدة للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة في شمال غرب مصر. ووجه الرئيس بمواصلة العمل على تنفيذ المشروع على الوجه الأمثل واستغلال خصائص المنطقة بما يتفق مع احتياجات الرؤية التنموية والاقتصادية لمصر، خاصة التركيز على الصناعة والتجارة وجذب النمو السكاني للمنطقة. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من شوكة ميرديايف رئيس أوزبكستان اللي هنئ الرئيس على فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً استمرار مسيرة التعاون بين البلدين اللي شهدت تطور كبير في الأعوام الأخيرة. وخلال الاتصال أكد الرئيس حرص مصر على استمرار التعاون مع أوزبكستان وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات، فضلاً عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الدولية محل اهتمام الطرفين بما يحقق مصالح الشعبين. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة اللي سلم سيادة الرئيس خطاب من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قدم خلاله التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات. وتطرق اللقاء أيضاً لسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لا سيما على المستوى الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بما يحقق مصالح الشعبين. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مستثمري التعليم قبل الجامعي والجامعي لزيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص وعرض الفرص المتاحة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترح مقدم من شركة صينية للاستفادة من المياه المتخلفة عن مشروعات تحلية مياه البحر في استخلاص المعادن، ورحب رئيس الوزراء بالعرض المقدم من الشركة الصينية وقال: نأمل أن يسهم هذا المقترح في تحقيق عوائد ذات جدوى اقتصادية. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وأخبار المحافظات. البداية من البحيرة، تم تدشين قافلة مساعدات غذائية بتتضمن أكثر من 12 ألف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على مستحقي تكافل وكرم. في محافظة أسيوط تم الكشف على 1310 مواطن خلال قافلة طبية بالمجان. كمان في أسوان أعلنت حياة كريمة عن الانتهاء من 14 مشروع بقرية وادي رديسية، وفي البحر الأحمر استقبل مطار الغردقة ومطار مرسى علم 136 رحلة سياحية على متنهم 25 ألف سائح لقضاء احتفالات الكريسماس. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في البحيرة تم تدشين قافلة مساعدات غذائية وفرتها مديرية التضامن الاجتماعي تتضمن أكثر من 12 ألف كرتونة مواد غذائية هيتم توزيعها على مستحقي تكافل وكرامة في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، وده في إطار العمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة. فأسيوط نظمت مديرية الصحة قافلة طبية مجانية بقرية العدر التابعة لمركز أسيوط، ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على 1310 مواطن في 9 تخصصات طبية.
فأسوان أعلنت المحافظة أنه تم الانتهاء من 14 مشروع بنسبة 100% بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية وادي الريديسيا بمركز إدفو، وهي إنشاء مكتبي بريد ومركز للشباب، بالإضافة لمشروعات إحلال وتجديد وصيانة شاملة وبسيطة لخمس مدارس، ده إلى جانب ست مشروعات تشمل إحلال وتجديد وتوصيل خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية وتوابعها. وهناك أيضاً خمس مشروعات تراوحت نسب تنفيذها ما بين 90% لـ95%، تضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمي والزراعي ونقطة الإسعاف ومحطة الصرف والمعالجة. في دمياط أعلن فرع التأمين الصحي عن البدء في تقديم خدمة حقن الجسم الزجاجي للعين بمادة الإليا لأول مرة بمستشفى الهلال التابع للتأمين الصحي، ويعد ذلك استكمال لما تم من رفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى الهلال خاصة في مجال جراحة العيون، وحرصاً على تقديم خدمة طبية متميزة لمنتفعي التأمين الصحي بدمياط. في سوهاج أعلنت المحافظة عن إطلاق مبادرة علشان يكمل جمالها بمركز المراغة شمال المحافظة، بهدف تجميل ورفع كفاءة مداخل القرى والمدن وواجهات وأسوار المباني الحكومية كافة بنطاق المحافظة لتظهر بالشكل الحضاري اللائق. في الدقهلية أعلنت مديرية الصحة عن تقديم الدعم لوحدة الكلى بمستشفى ديكرنس العام من خلال تقديم ماكنتين للغسيل الكلوي بقيمة إجمالية تصل لـ1,100,000 جنيه، وده ضمن خطة التطوير والإحلال والتجديد لماكينات الغسيل الكلوي بوحدات الكلى على مستوى المحافظة. في البحر الأحمر استقبلت مطارات الغردقة ومرسى علم 136 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل ما يقرب من 25,000 سائح أجنبي من جنسيات أوروبية مختلفة لقضاء احتفالات الكريسماس في فنادق الغردقة ومرسى علم وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية. في الإسكندرية حذرت غرفة عمليات المحافظة مواطني المدينة الساحلية من تبعات نوة الفيضة الصغرى على الإسكندرية، إذ تشهد سقوط أمطار لمدة 3 أيام، وهي أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة. في كفر الشيخ هتطلق وزارة الأوقاف قافلة دعوية النهاردة تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل في 10 مساجد بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.